أن الدين الإسلامي يعتبر الإنسان مكرم من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذ أي إنسان بجريرة أو جريمة طرف آخر. لذلك يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن لا تذر وازرة وزر أخرى. وبالتالي الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية لا نستطيع أن نقول أنهم قد اقترفوا جرما. ما رزقني بالذرية، ففكرت أنه أنا ليه ما أكفل لي طفل أو طفلة، تبقى لي بيت أو يبقى لي ولد. فشاورت الأسرة ووافقوا، فكان ما عندنا أي احتراط، فتوفقت واختاروا لي سورية بيتي دي. وبعد اتاشمنت يعني بمشي وبجي، هي كانت مع اسره بمشي وبجي لحد ما ولفت علي وتعودت. فبعد ذاك سكتها وجيت البيت، والحمد لله يعني الاتاشمنت بيني وبينك بقى قوي، وعلاقتي بها بقت حلوه شديد، وقعدت معي في البيت فتره لحد ما تعود علي وولفت علي وولفت على باقي ناس البيت. فسبحان الله، فيعني التواصل كان معي اكثر، لان هي اول زول انا اتولفت عليه وعرفت وفتحت عين عليه من ناس البيت، فتعلقت بي شديد. أنا نور حسين أم سعيد، وعايزة أحكي تجربة مع سعيد. كانت تجربة جميلة جدا جدا، أضافتني الكثير وتعلمت منها الكثير، وساعدتني كثير في إنه أنا أكون الإنسان الدائر أكون يعني. ولما قررت في إنه أنا أكفل سعيد كان قرار شخصي بحت، وناقشت فيه نفسي، ما حكون صادقة، ناقشت فيه كثير نفسي في إنه أنا بقدر أكون أم حقيقية لسعيد، بقدر أقدم لسعيد كل اللي عايزه. الطفل هو مش يتيم، يعني ممكن نقول هو يتيم تربيع، يتيم مستنين، لأنه اليتيم فقد أمه أو أبوه، ده فقد أمه وأبوه والأسرة الصغيرة والأسرة الممتدة والقبيلة والانتماء. لذلك يجب أن الناس تعطيه من الرعاية النفسية ما يجعله يحيا بصورة سليمة. كان الناس في السابق تسابقون في التقاط أولئك الأطفال، وكل يدعي أنا أولى به. شوف بالله يا إخواننا الكلام ده، كل واحد من الصحابة كان إذا وجدوا لقيط يقول أنا أولى به، أنا أخذه. لذلك سيدنا علي قال له خذه، وقت انت لقيت خذه وهو حر، يعني ما تستعبده على الاطلاق، واني قد تمنيت اني لو كنت مكانك عشان القى شنو الاجر بتاع رعايه الطفل. وانا يعني احساسي بها احساس جميل، يعني ما يعني انا حاسه انها بتلو بتاع يعني، فما ما ما, ما في منغصه في انها هي ما بتي، يعني هي بتي وبتي وبتي وبتي. أخوي الأكبر هو الشفيع، وبعده طوالي محمد، وبعده أنا طوالي الثالث، وعندي أختين بنتين لينا وعوضية، وأبوي أحمد واحد منهم ومنهم. ما في زول شايف عني إني زول منفرد، يعني زول ما شايف نفسه إنه الناس ذل ما بحبوه، شايف الناس ذل شايفيني ما واحد منهم. عشان كده قمت حاولت اني شنو انجح في المنتدى هذه، وطلعت ماشي تماما. لكن احسن ميكانيكي ممتاز جدا جدا، وسعيد يمكن من بداياته كان بيحب جدا انه يربط الحاجات ويركب ال كان بيستعمل دينه كثير، دي حقيقه. هو طفل كان مشاغب جدا طبعا سعيد ده. طبعا كنت بعمل عربيه صلصه. النقطة الثالثة يعني وهي مهمة جدا، كثير من الخرافات تندرج تحت التعامل معهم، فالبعض يقول هؤلاء أطفال ملعونون، البعض يقول هؤلاء لا يأتون بخير، يجيبوا النحس للبيت. يا أخوان أقول لهم على العكس من ذلك، دي كلها خرافات. والله إني لأعلم امرأة يعني هي كانت تعاني فقرا مدقع، والله هي ربت واحد من أولئك الأطفال، تقول إن الخير الذي دخل علي واشتريت بيت وحياتي تغيرت بعد ذلك، لدرجة إنها ربت لها أربعة بعد ذلك زيادة. يعني زملانه في الشغل، الناس الأقدم منه في الشغل، يعني لقوا بأنه سعيد بالمناسبة زول هو أساسا يعني دار يتعلم، و يعني بيحترم الصغير وبيحترم الكبير، إنسان يعني روحه الداخلية طيبة جدا جدا، وإنسان يعني في البداية وفي النهاية يعني يديك إحساس بأنه يعني هو داير يقدم حاجة لنفسه أو للمجتمع العايش حوله. يا جماعة الكفالة نشجع الناس عليها، تشجعوا أحباب الكرام على الكفالة، أنا وكافل اليتيم في الجنة
كهاتين أحسنوا إليهم فستجدوهم في المستقبل. هؤلاء لن يضروا البيوت، ليس فيهم لعنة، إنما هم رحمة قد دخلت إلى بيتك، هي نعمة من الله، ربنا أكرمك بها عشان يفتح لك بابا إلى جنته ورضاه.